التشيز كيك بالليمون والفانيليا. خلوا بالكم انه الليمون من الحاجات المنعشه جدا جدا في الصيف. عشان نعمل التشيز كيك محتاجين ثلاث طبقات. الطبقه الاولى هتكون عباره عن زبده وبسكوت مطحون، اي نوع بسكوت انتوا عايزينه. الطبقه الاولى هتبقى عباره عن زبادي متصفي، جبنه كريمي، وسكر، فانيليا. وبعدين الطبقه الثالثه هتكون كريمه الليمون اللي نازله معاكم دلوقتي على الشاشه، نص كوبايه سكر، بيضتين، بشر ليمون، نص كوبايه عصير ليمون، فانيليا، وزبده، ونشا، معلقتين نشا مش معلقه واحده يا حبايبي. بعد كده على الوش في كريم شانتيه، في شرايح ليمون، وفي نعناع، دول طبعا للتقديم، فبراحتكم يعني لو انتوا عايزينهم اوكي، مش عايزينهم براحتكم. وممكن تحطوا الكريم شانتيه بس مثلا طبقه واحده كده على الوش، براحتكم خالص. طيب نقول بسم الله ونبدا في الطبقات. اول طبقه زي ما قلت لكم هتكون عباره عن الزبده السايحه مع البسكوت. ما اقدرش اقول لكم مقدار قوي لسبب، لانه ممكن تستخدموا بسكوت فيه زبده، ممكن تستخدموا بسكوت بدون زبده، يفرق طبعا كميه الزبده اللي هتضاف له. كمان ممكن تستخدموا بسكوت زبدته يعني حتى لو بزبده، في نسبه الزبده عاليه، في نسبه الزبده مش قد كده، فيعني دي حاجات هتبقى صعبه ان انا اقولها. لكن لو انا هعمل في كاسات زي كده، زي دي كده، فأنا مثلا لكل كاس محتاجة معلقتين كبار من البسكوت، فأدي 6 معالق كبار من البسكوت، وهحط الزبدة السايحة وابتدي أقلب وأقلب لحد ما أشوف إن البسكوت بقى عامل زي الرملة المبلولة. ده تشبيه طبعا يعني معروف جدا للبسكوت بتاع التشيز كيك. وخلوا بالكم ان انا عاملاه انديفيديوال، يعني مش لازم يكون ماسك نفسه قوي، ممكن عادي انه يكون مفرفط شويه. ادي البسكوت وادي الزبده، وبعدين ابتدي احط هنا بقى البسكوت. ادي اول طبقه يا جماعه بمنتهى السلاسه كده والسهوله وبالترتيب بالراحه خالص، علشان ندخل على تاني طبقه. هاخد في بوله البيض، بسم الله الرحمن الرحيم، معاه السكر، بشر الليمون، الفانيليا، النشا، وحدي دول تقلبتين هنا بره كده لحد ما يتجانسوا تماما وما يكونش فيه اي تكتلات من النشا او من البيض. انا عايزه كله يختلط مع بعضه كويس جدا، فانيليا، بشر ليمون، بيض، سكر، نشا. في الكسرولة على النار هحط عصير الليمون وهرفعه على النار ثواني، عايزاه يبقى دافي مش سخن مولع ومش في درجة حرارة الغرفة. يبقى دي الطبقة التانية اللي هو الليمون كيرد أو كريمة الليمون، بتتعمل بيها التارت وبيتعمل بيها التشيز كيك. سخن، أنزل واحدة واحدة وإيدي ما بتبطلش تقليب. إيدي ما بتبطلش تقليب، وبعدين أرجع تاني في الكسرولة وإيدي ما بتبطلش تقليب برضو، لأن الكسرولة سخنة حتى لو هي مش على النار حاليا، لكن هي سخنه. وبعدين اخد مكعبين الزبده، وبعدين ارجع على النار وافضل اقلب لحد ما الليمون كيرد او كريمه الليمون تتقل. وهقوم منزلاها كده، وهجيب ظهر معلقه عشان اساوي بيه كريمه الليمون اللي احنا عملناها في التشيز كيك طبقات. وبعدين ابتدي اجهز في الطبقه الثالثه.
ممكن طبقتين بس. طبعا ممكن طبقتين بس، بس هتبقى تارت مش هتبقى تشيز كيك، لانه ده يعني ما يعتبرش فيلينج تشيز كيك المتعارف عليه. ناخد بقى الطبقه الثالثه. بسم الله الرحمن الرحيم. جبنه كريمي بدون ملح بدون طعم، مش جبنه كوبايات، مش جبنه مطبوخ. هنزلها هنا وتكون في درجه حراره الغرفه، وهنزل معاها السكر، والسكر هو اللي هينعمها ويخليها ما فيهاش تكتلات، وده مطلوب. وبعدين هاخد الزبادي، ادي الفانيليا كمان اهي، وهاخد الزبادي، ويفضل يكون متصفي من ميته. وبدل الزبادي ممكن نستخدم لبنه، وبدل السكر العادي ممكن نستخدم سكر بودره. وانا هعمل انديفيديوال يا جماعه، فمش حاطه جيلاتين في الطبقه دي. لو انتوا هتستخدموها لصينيه وهتفتحوها بعد كده، صينيه تشيز كيك، لازم تحطوا هنا الجيلاتين، والا مش هيجمد ومش هيمسك. وابتدي احط هنا طبقه من التشيز كيك فيلينج، او حشوه التشيز كيك، ودي حشوه مختلفه لانه معموله بالزبادي زي ما لاحظتوا، ومعاها ليمون، فدي حاجه كده ايه، منعشه ومززه شويه للناس اللي بتحب ايه الحلويات اللي فيها مزازه وما فيهاش سكريات عاليه، يعني السكر بتاعها معقول جدا. هنضف، هزين ب الليمون، شرايح الليمون او بشر الليمون زي ما انتوا عايزين. وكمان النعناع بيبقى من الحاجات برضو اللطيفه قوي في الحلويات دي، وبتبقى منعشه جدا اهو. ونقدر نحط ورق من النعناع كده،